السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في قناة ملك عواشر مبروكة. إن شاء الله ندخل لكم بالصحة والسلامة يا ربي، وعيد مبارك سعيد للجميع. اليوم غادي نشارك معكم واحد الحلوة اللي فيها ثلاثة ديال المكونات كيجيو مع بعضهم هائلين في المذاق، وحتى في المنظر كتجي فنة كما كتشوفوا معايا. حلوة الكاوكاو مع الكراميل والشوكولا. تابعوا معايا الفيديو للاخير وفرجة ممتعة. بسم الله. في المكونات غادي نحتاج هنايا قريب 500 غرام نتاع القوقو. القوقو كما كتشوفوا داك الرقيق، ممكن تخليوه غير بالقشره ديالو حيت هذا الرقيق باللي كيكون بلين اكثر. وإلا ما توفرش عندكم ممكن تستعملوا القوقو الكبير. وهنايا عندي هذا السيليكون كما كتشوفوا، لكم الاختيار في الاشكال. ذوبت الشوكولا هنايا سوداء كما كتشوفوا في حمام مائي. بالنسبه للبنات اللي كيستعملوا الشوكولا، كاين بعض الانواع اللي ما كتبغيش تذوب بسرعه، ممكن تضيفوا لها معلقه كبيره نتاع زيت المائده. صافي، وكنبقى نخوي هكا على حساب عيني ميزاني. معلقه في وسط سيليكون بهذه الطريقه هذه، ونحاولوا ما نديروش ديك الطبقه ديال الشوكولا تكون سميكه باش هكا الحشوه تجينا باينه. صافي، ملي ساليت كان ندخلها المجمد حتى كتشد راسها ونخرجهم. ومن بعد ما طحنت القوقو ديالي كما كتشوفوا وضعته في انيه نتاع الخلط، كنضيف له كميه من الكراميل. الكراميل اللي سبق لي وحضرته معكم في القناه، إلا بغيتوه ممكن تلقاوه في أسفل القناة. ثم أضيف جوج معالق كبار نتاع شوكولا سوداء مذابة مع القليل من الملح كما شفتو. صافي، كنبدا نخلط الخليط ديالي جيدا مزيان حتى كتمسك ليا العجينة. الأحسن نخلطو باليد ديالنا باش هكا تقدري تحكمي في العجنه ديال القوقو ديالك. كما كتشوفوا ضفت انايا ملعقه نتاع الجليكوز باش هكا تعطينا ديك التليكه. ودابا البنات من بعد ما بردت الشوكولا، صافي كما كتشوفوا كنعمل كويرات ونوضعهم فوق طبقه نتاع الشوكولا. كما كتشوفوا كنضغط عليهم مزيان باش ديك الحشوه يعني تثبت وتلصق مزيان. كنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه اللي عندي ونرجع معكم. ودابا البنات من بعد ما وضعت الحشوه على طبقه الشوكولا، غادي نجيب القليل من الشوكولا السوداء ونوضعها فوق القاعده نتاع الحشوه باش هكا تبقى شاده راسها، حتى من نقدمها في هكا في كويغطات ما يضيعش الشكل ديالها وما تبقاش تلصق، يعني تكون شاده راسها من تحت غير واحد شويه. كما كتشوفوا ما كنكثروش بزاف، تكون طبقه رقيقه. وبالنسبه للشوكولا البنات، دائما من الاحسن تضيفوا لها ملعقه تاع الزيت كما قلت لكم في الاول، كتعطيها واحد يعني كتسهل هي سرعه الذوبان وفي نفس الوقت كتعطي لمعان. صافي البنات كما كتشوفوا الحلوه ديالنا بردت، خرجتها من الثلاجه ها هي شدت راسها. وهاد الحلوه البنات راها كتجي زوينه بزاف وكتجي رائعه، وخصوصا الاطفال كيحماقوا عليها
وسهله وما كتاخدش شي وقت اللي هو كتير. صافي كما كتشوفوا انا دوبت كميه من شوكولاته بيضاء وضعتها في كيس بلاستيكي. صافي وكما كتشوفوا كنبقى هكا نعمل خطوط عشوائيه. ودابا غادي نوضع الكراميل اللي كان بقالي واحد شويه على حساب معلقه صغيره في وسط دوك الحفيرات نتاع الحلوه ديالنا. والتزيين كيف العاده كيبقى حسب الرغبه نتاع كل واحد. ممكن توضعوا فيهم لي فخوي كونفي او لي زاموند افيلي ولا حتى دوك العقيقات اللي كيتباعوا نتاع الحلوه. هما كيجيو في وسط فوق الكراميل كيجيو زوينين. انا اكتفيت غير بهذا الشكل هذا. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الحلوه وتجربوها علاش لا. وصافي البنات هذا هو الشكل النهائي نتاع الحلوه ديالنا. كما كتشوفوا كتجي رائعه وراقيه حتى في المنظر. شكلا ومذاقا صراحه كتجي فنه وغزاله. كنزينوا بها مائده العيد بالصحه والراحه. الا عجبتكم الوصفه ما تنساونيش باللايك ديالكم والمشاركه مع الاهل والاحباب. عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير ان شاء الله.